بهدف رفض المدارس بالأثاث المدرسي اللازم للعملية التعليمية، أنجزت ورشة شعبة اللوازم المدرسية في مديرية التربية بحمص تصنيع نحو 300 مقعد إضافة إلى الكراسي والطاولات الصفية وألواح وايت بورد بعد إعادة تدوير الهياكل الحديدية التالفة. تم دخول مجموعة من المدارس في الخدمة، وهذه المدارس تحتاج إلى الأساس اللازم من أجل مستلزمات العملية التربوية. فهنا في هذه الورشة يتم صناعة المقاعد، صناعة من المقاعد الجديدة، وأيضا يتم تدوير المقاعد القديمة بحيث يتم تجديدها وتركيب المستلزمات الأخرى لها. نقوم نحن في شعبة اللوازم بجمع الهياكل الحديدية من المدارس التي هدمتها اليد الإرهابية، ونقوم بإعادة تدويرها في هذه الورشة في ورشة الحدادة. ننتج يوميا ما يعادل 25 مقعد مدرسي، ونصنع أيضا في هذه الورشة سبورات الوايت بورد. قمنا بإنتاج ما يعادل 80 لوح وايت بورد، ونصنع أيضا طاولات صفية. نقوم بإعادة تدوير المقعد المدرسي من خلال القصف والحامو حسب النموذج إلى المقعد الجديد، ومن ثم تركيب الأساس الخشبي على المقعد، وهذا بالإضافة إلى الطاولات، بالإضافة إلى عملنا بسبورات. في ظل نقص المواد اللازمة لعملية تصنيع المقاعد والطاولات المدرسية، تم الاعتماد على الذات من خلال إعادة تدوير المقاعد التالفة والمخربة، ما ساهم في توفير مبالغ مالية كبيرة وتأمين الأثاث المدرسي للمدارس التي ستدخل الخدمة. أسامة ديوب، الأخبارية السورية، حمص.